السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أنفاتي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الشلاضة اللي كتحمر الوجه يعني ديال العرايض. جاو عند الضيافة حضرتها ليهم وقلت نبارطاجي مع المشاهدين ديالي هاد الفيديو هذا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا يعجبكم ما تساونيش لايك واشتراك، تابوناو معايا. الناس اللي باقين ما تابوناو معايا تنقول لكم تابوناو معايا فضلا منكم وليس امر، الضغط على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر. تنقول لكم شكرا لكم كاملين بدون استثناء داخل ارض المغرب وخارج ارض المغرب، فشكرا لكم كاملين. هاد الشلاضه اللي كتحمر الوجه يعني ديال العرايض ان شاء الله تعجبكم، وغادي نحضرها معكم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله يا ربي. بسم الله على بركه الله. اول حاجه انا بديت بال يعني بالخضره، انا سلقتها كامله اللي غادي تشوفوا معايا. ما يمكنش ليا نبارطاجي معكم كل شيء لانه غيكون الفيديو طويل بزاف وممل، فلهذا اختصرت. اول حاجه درت شويه ديال زيت الزيتون، غادي تشوفوا معايا شيء يعني بالترتيب. درت شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الكمون، شويه ديال الثومه كي تشوفوا معايا، شويه ديال الابزار، وغادي نشحر الخضار اللي من بعد ما سلقتها. شويه ديال الربيع، كزبر ومعدنوس مقطعه رقاق. هنا غادي اول حاجه غادي نشحر البطاطا كي تشوفوا معايا، سلقتها وقطعتها مربعات. غادي نشحرها، فكتجي مشحره زوينه وكتجي لذيذه صراحه. غادي نديو نجيب نصوطيها هكا فهاد الشرموله اللي درت ليها، ومن بعد غادي نزولها شويه باش ما تهرش لينا هذيك البطاطا. من بعد ما شحرتها حيدتها على جانب نفس المقلات. غادي ندير قياس شي معلقه ونص هكا ديال زيت الزيتون. بغيتو ديروا زيت نباتيه لكم الاختيار، شويه ديال الثومه وشويه ديال الربيع كي تشوفوا معايا. غادي ندير الجزر، راني درت ليه واخا ما شفتوش معايا الابزار، راني درتو. غادي نصوطي حتى هو نديه ونجيبو فديك الشرموله اللي درت ليه. صافي حتى هو نحيدو على جانب. الخضره راني دابا حيت عندي العراضه بنهار، شويه ديال الملح دايره مع شويه الملح، ولكن جاني شويه يعني ناقص من الملح مسوس. فلا كنتو دايرين العراضه بنهار سلقوا الخضر في الليل. انا سلقتها في الليل كامله الخضر اللي خصها تسلق، اما الخضر اللي يعني بحال مثلا الخيار وطماطيم وهذا خليتهم حتى الصباح. وهادو غير نط نفس الشرموله درتها اللوبيا حتى هي، راه كلشي ساقه كي قلت لكم في الليل. درت لها شويه الربيع، شويه الثومه، شويه الابزار، شويه ديال الكمون تيتواتى بشكل كبير مع اللوبيا. هنا عندي هذاك الفطر، درت لي شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه زيت الزيتون وشحرته حتى وديت وجبته هكا في المقلات كي تشوفوا معايا. غدا يعني كل حاجه نحطها بوحدها باش يجيني الترتيب، يعني بغي نسر بها في البلا يجيني داكشي الساهل. راه الخضره معروفه كيفاش كتسلق، يعني شكل عادي بلا ما غادي نقولها قشر دير هذا، راه حاجه معروفه هذيك. يعني غير قلت لكم شرط الانسان يحيد عليه الا كان عراضه بنهار يديرها في الليل. هنايا عندي شويه ديال الكالامال يسوى، غادي نديرو كل ديكور فقط. عندي شويه ديال الدقيق هنا في هذا البلا هذا، درت فيه شويه ديال الملحه وغادي نلبس بالدقيق. من بعد غادي نصوطيهم في الزيت ونخليهم كل تزيين. صافي وغادي نبدا نقلي فيهم في هذا الزيت هذا. غنزيدو شويه النار مع الكلامال الى نقصوا البوطه فكيقصح. غادي نحطهم في الطريقه هذه وغادي نقليهم حتى هما، وغادي نحطهم على جانب. هادو غادي غير نديكوري بهم او نزين بهم. ما تواجدش عندي الكروفيت فتواجد عندي غير هاد الكالامار، حتى هو تنحاولوا نلعبوا على الديكور. صافي من بعد ما قليته حيدته على جانب.
غادي نجيب مقلاة عاوتاني داك اللي صوتيت فيها الخضر. هنا انا غادي ندير ديك هذيك الفيس، يعني لي بات، النوع ديال الفيس. هنا درت جوج، هنا درت غير الزيت العادية، يعني الزيت النباتية، ما درت زيت الزيتون. درت جهد شي معلقة، شوية ديال الثومة، شوية ديال الربيع، وغادي ندير جهد شي معلقة ديال الطماطم المركزة. شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملح، وغادي ندير هذيك المعلقة اللي قلت لكم ديال الطماطم المركزة. غادي نديهم ونجيبهم، وغادي نخوي عليهم هذاك لي باط. اللي كتجي زوينه حتى هي ولي سلطه، يعني في سلطه كتعطينا الديكور. من بعد حتى هي ما سلقتها، غادي نخويها هنايا، وغادي نديها ونجيبها حتى تشرب لينا هذاك الشرمولة اللي دايرين تما كاينه، وغادي حتى نحيدها على جانب. صافي غنبقى نحرك فيها بهذا الشكل هذا حتى تشرب لينا مزيان. هنا من بعد ما حتى هي شربات لي هذيك الشرموله اللي حاطين، غادي نزيد شويه ديال المايز. هاد العلبه هذه غندير غير شويه، وغادي نخلي منها الرز. غادي نزيد شويه ديال الطون، انا دايره جوج علب ديال الطون، وغادي ندير واحد الكميه مع هاد لي بات تعطينا لذه زوينه. من بعد ما حيدت على النار عاد غادي نخلطها مع داك شويه ديال الطون وداك المايز او الذره. هنا عندي الرز هو سالقاه في الليل، غنزيد عليه هذاك جوج ديال العلاب ديال الطون، وغادي نحاول نفرتتهم ونزيد هذيك العلبه ديال المايز. وغادي نبقى ندي ونجيبو هكا ونفرتت هذاك الطون، لانه تيكون هكاك على شكل شرائح. كنحاول نفرتو هكا بهذه الطريقه. كي قلت لكم الخضار والروز راه كلشي سلقته في الليل باش يكونوا لنا يعني واجدين وما كنتعذبوش، والروز كيبرد. كي تتشوفوا معايا غادي نحرك، لانه انا دايره جوج ديال الطباصل، فدرت كميه ما شاء الله، يعني راه عندي هنا كيلو ولا ربع تقريبا ديال الرز. غادي نزيد المايونيز اللي محضره، ان شاء الله غادي نحطه لكم، كيجي ساهل ماهل المايونيز على تتشوفوا عينكم ميزانكم. وراني درت شي شويه ديال الابزار، انا ما حطيتوش معكم تسيبريمي ليا لا فيديو. هنا الخضر اللي مقطعه هنايا على هذا الشكل زوقتها، الباربا، الخيار، طماطم اللي مطيشه. هنا درت واحد معلقه ديال الزيت النباتيه، ومعلقه ديال الخل، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وكنوزعوا عليهم كاملين هذاك الخضر يعني الطريه اللي غادي نتبل بهاد مع التتبيله هذه. صافي وغنخلطهم باش يشربوا. هنا غنزيد المايونيز، من بعد ما الخضره بردات، البطاطا بردات لنا شويه، غنزيد عليها المايونيز. بامكانكم تخليوه بلا ما ديروا المايونيز، اللي ما بغاش يديروا بلاش، فالبطاطا كتجي لذيذه لذيذه ملي كنديروا لهذيك الشرموله، صراحه كتجي زوينه. هنا انتهيت من كل شيء، جبت الخس غسلته ونشفته طبيعه الحال وفرشته في الطباصل. هنا انا بديت كندير هاد الجبانيه هذه اللي غدرت كندير في الرز. دهنتها اول حاجه بالزيت باش ما يلصقش ليا عليها الرز، وكنا نحاول نبسط مزيان هذاك الرز باش ملي تحط يعطينا شكل جميل.
كنعمر هذيك السلافه، راه الشوره كبيره. انتم بالكم اختيار اي حاجه بغيتي ديروها اخرى كتفضلوها، ديروها اي مول ولا سلافه كيما درت ولا اي حاجه انتم عندكم كتفضلوها يعني ديروها. غير هي بها مثلا هكا دايما خصكم تدهنوها بشويه ديال الزيت و تبسطوها مزيان هذاك الرز باش كيشد في بعضياته. وهذوك التباصره انا اللي درت ليهم الخس من التحت، درت شويه ديال الملح وشويه ديال الخل وقلبت عليه ديك الزلافه كي تشوفوا هنايا. ما شاء الله، ها نتوما من بعد ما سربيتها وقاديتها وزوقتها بالبيض وداك الكالامال والفرماج وهذاك الفطر، كتجي يا سلام كتجي يعني هذا الديكور زوينه بزاف. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. ومن بعد راني طيبت اللحم اللي كنا ما حطيتوش ليكم، الا بغيتو كتبوا لي في الكومونتير ان شاء الله نحضر معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد اللحم. ها نتوما كتجي على الشكل، كتجي يا سلام. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، ولا يعجبكم ما تبخلوش ليا اللايك والاشتراك والضغط على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي. هذا هما الطباصل او البلان، كيجيو زوينين ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. وهذا اللحم ها هو طاب تقريبا، البرقوق حتى هو راه طاب مخليه على جانب، فما بارطاجيه معكم ان شاء الله. الا بغيتوا ولا شي حاجه نبارطاجيه معكم مره اخرى ان شاء الله. وما بقى لي نقول لكم يلا الى فيديو اخر ان شاء الله، وتنقول لكم شكرا لكم كاملين. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. هذا هو اللحم طيبه هنايا في الطنجره هذه، ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. ما بقى لي نقول لكم الى فيديو اخر باذن الله.